ممثل ناجح ونجم من نجوم الفكاهة وذمر، متخلق ومحبوب وبتلقائيته خفت روحه عشقوه الكبار والصغار. ظهرة كوميدية، أعماله الناجحة عطاته شهرة في الساحة التونسية العربية والمغربية، واجتهاده وحبه للفن خلاوه نجم من نجوم التمثيل الأكثر شعبية. المرحوم سفيان الشعري مولود في العاصمة نهار 31 جويلية 1962. ذا نشاطه الفني كتقني ومكلف بالإنتاج في فرقة مدينة تونس قبل ما ينضم لعالم التمثيل، يلعب أدوار متعددة تلفزية ومسرحية، يكسب مكانة استثنائية في الساحة الفنية ويبني مسيرة ناجحة ومتنوعة ويسطع نجمه بأعماله الفكاهية. ما بصاري ما عرفها هذاك ما تتحكي على البطري بالع. يا ودي انا بطري بالع نتاعك، انا بطري بالع، انا اقول لك الكهرباء جديده تقربع ما لا نسرق بالليسانس. يا ودي ليسانس فيها والبطري جديده، مش قلت لك من قرطاسه توا هوني اش تعمل؟ سيد خويا ما قلت لي من قرطاسه، معناتها جديده في الكراج. نعيط للسيد اللي بحالي يخدمها وجربها قدامي. يا مرحبا يا مرحبا، شرفتنا يا لله، مرحبا بيك. قل لي جدنا نعرفها انت مش هكا؟ شوي خرد الفاس الساعه الدروج عملوا فيه ندفع ليك. مزامكم مزامكم، الواحد من الباب تبدو تمحروا فيه. يعطيك نجم تسكت جاوبني كان براسك، جبنا انا انت نعرفها. واو يا مرحبا بيك لاله البيا، هاي سلم روحك لاي حكايتي تسيبني يا ودي تطيح. الجمهور اكتشفوا وعرفوا في ادوار متعدده القاسم المشترك بيناتهم هي العفويه. كان الصادق في سوبيرات عزيز وستوكو في الوتيل وسبوعي في شوف لي حل، وكان النجح الساحق في سيت كوم سيبتي العزيزة بشخصية حسونة اللي ميزتها خفة الروح والتلقائية. تعطيني الضحكة المزيدة؟ لا ها حيوتا تصلحتوشي. نجاح تلفزي باهر واستثنائي ما يتنساش، تجارب سفيان الشعري على خشبة المسرح وأدوار أبرزها الماريشال في مسرحية الماريشال عمار وان مان شو سعدون 28. هذه كانت باختصار مسيرة فنان متألق ومحبوب، مسيرة نهايتها كانت في سن 49 عام وصاحبها في قمة التألق والعطاء، نهاية أقل ما يتقال إنها كانت فاجعة بالنسبة لجمهوره الكبير. هذه دار حسونة البي وحيد تحبونا، والحمد لله يا ربي حسونة جينيور. سمي عبارة تنجم توصف بها راجل مزيان برشا، تنجموا تنزلوا الإجابة طول الإجابة. شو؟ راجل مزيان برشا عشان عيطوله يقدر. موصول. ألو أهلا تيبو، شو أحوالك؟ لاباس؟ كم تسولي واه؟ تولي نعيش والله غادس تيبو غادس فريمون مبرد وبردين. وي داكور مشي نفطروا عشبيه. اوكي كومون شكونو؟ اه وي شكون ايه بيان سور وي شو تيبو على خاطرك انت جبني لي سي مليون دمي. ها شبيك راك خو صاحبي تي خويا صاحبك. داكور تيبو اوكي سالو تيبو امبراس موا فوفا. حتى ما يجي قدام حكم ربي حاجه ما تقنعنيش ما توقعناهاش، لانه سفيان معناها لبس عليه ومات بسكتة قلبيه، معناها مش مرد واحنا محضرين خبر ممكن يصير، لكن قدام حكم ربي ما فما حتى شيء. هذاك هو الله يرحمه. مي احنا كيف كنا نصوروا في نسيبتي العزيزه، سفيان برشا مرات قال مانيش باش نقعد مانيش باش نعيش الموضوع هذا جبدو. احنا كنا نقولوا له معناها هذا تفدلك مش حلو، يزيد شبيك كنت تفدلك
خاطر الصحيين ديما ما نقعدوا الا ما نبداو نضحكوا نلعبوا كل شيء. كان يحب الضحكه برشا. يحب الضحك ويحب اللعب. انت قداش من مره يقول راهو باش نموت، وكان الكلمه اللي يقولها يقول مانيش خايف من الموت، اما انا خايف على ميم ولدي، نحب نحضر عليه وهو كبير. دونك الحكايه كان ممكن هذاك نوع من الاحساس عند صفيان. يسكت يسكت حتى اسمه مانيش عارف. الله أكبر استقبل كل شيء. وسفيان الشاري يمكن الناس ما يعرفوش، هو بعيد على أنه يكون ممثل، هو رجل قادر بشي يبث السعادة في أي مكان يكون فيه، سواء نور الكاميرا وقت اللي بدأ حياته في السينما وفي التلفزيون، وإلا وقت اللي واجه الكاميرا قدامها. كانت عنده قدرة عجيبة أنه يخلي الفريق الفني والتقني يخدم في راحة غير عادية، لأنه هذا كل مبثوث من محبته للناس المحيطين به ومحبته للدنيا. فهمت؟ حتى كي غادر الدنيا غادر هو يضحك البارح مع بعضنا، معناها الآخر لحظة قبل ما يفارقنا من قدامنا هو يضحك ويفلك ومعش كأن الحياة منها. أنت كنت موجود معه البارح؟ موجود أنا ويونس وسيسلي حسين. هو حي الآخر لحظة وإحنا نفلك. ملك العائلة نتاعو فقط وملك العائلة الفنية وملك الناس اللي يحبوه الكل، فالله يرحمه. تبس عليه خرج كاس سيد، تبس عليه تبس عليه، شقش فطره في داره شقش فطره فيه مدى أصحابه وبين يحبوه، لازم في كل رمضان مرة شقش فطره في الصيف عليه عبد هكا اللي عنده ما كيحبينيك بيشنوا هو أبو شلاو شق فطره عنده من غديك شد لا إله إلا الله. مين؟ اختف كذا كل كلمة عشق. أخذ كلمة فيها تجي تطلع عليا ما نسكنوا تحت بعضنا قابلين بعضنا لازم يمشي ويجي يطلع عليا أخذ كلمة شاف طلع عليا تعار. قدرني ماشي يا إيه قلت له مالاش تحب الطيب؟ قال لي ليه ما طيبش طيب اللي مش قدري عند الجميع. هاي اللي أنا بس عارف اللي ترفيه له بنيش طيب كده وانت مش محتاج بشيء 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 انت هوا لا وجهي لا ما يعرف طول الرجال الله طق على التلفون صراحة صراحة هاوي خذ التليفون لا تبعدها قولي يا سلطة قولي يا سلطة قولي لا تبعدها وقابلني تبعدها جلسون المختصة مشيت السلام عليكم يا بطلين.
سفيان ذكر انا في مسلسل ولد الناس عام 91 كان فيزي بارتي دو ليكيب في التورناج تاع المسلسل هذايا وخدمنا مع بعضنا حتى كممثل. فما حاجه تتعدى ما بيناتنا، انا سي كيلكان تري تري جينيرو وانا بيرسونيلمون نحبو برشا وفقدناه الكل. ولادي معناها كي تعدى جو بونس كو التونس الكل الصغار الكل يموت عليه. وزيد الحادثه هذيا معناها انا شخصيا ذكرني خاطر نفس الفتره الوالد تعرض للنوبة قلبية معناها عام ناول رمضان 10 أيام الأخرين نتاع رمضان. معناها نخمم برشا في عائلته ونعرف شنو قاعدين نحسوا شنو باش يحسوا. نخمم برشا في عائلته إن شاء الله ربي معاه إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يكون من أهل الجنة وحتى حد منهم شخصيا.